يستمر تدفق السيول ويستمر معها الدمار الذي تخلفه. ففي مديرية شهارة بعمران اعترضت مياه السيول سيارة لطلاب كانوا في طريقهم لتأدية الامتحانات، ما تسبب بوفاة 4 طلاب وإصابة 15 آخرين بعد انزلاق السيارة التي كانوا على متنها. المنازل أيضا نالت منها السيول المتدفقة، فخمسة منازل تدمرت بشكل كامل في منطقتي القصر والجنات شمال شرق المحافظة. حضرموت وكالعادة لا تكاد تمر كارثة طبيعية إلا وتترك فيها آثارا يصعب إزالتها، فثلاث حالات وفاة هي التي سجلت فضلا عن الخسائر المادية التي تظهر هذه المشاهد جزءا منها، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لما يقارب الأسبوع. ثلاث وفيات غرق. أيضا للأسف الشديد الكهرباء اللي هي الآن صارت من ضمن أهم الضروريات، إلى الآن حدود 8 أيام ما في كهرباء في غير دمية، والسبب هذه الأعمدة ما أدري كيف يحطونها. شبوة المجاورة لها هي الأخرى، شهدت أمطارا غزيرة تسببت بفيضانات أودت بحياة امرأتين، كما طمرت العديد من الممتلكات خصوصا في مديرية نصاب. وبالرغم من كل هذا الدمار إلا أن حالة عدم الاستقرار ستستمر في الأجواء على معظم المحافظات، خصوصا سلسلة المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحراوية بحسب مركز الأرصاد.